تمام. طيب احنا فاضل لنا في الهيموليتيك انيمي موضوع مهم جدا، اللي هو الايه، الابنورمال هيموجلوب. والابنورمال هيموجلوب اللي هو الثلاسيميز، سواء كان سيكل سيل ديزيز او الثلاسيميا، سواء كانت الفا او البيتا ثلاسيميا، بيدخلوا في ديفرنشال دايجنوزس للنورموسايتوميا للهيموليتيك انيمي، والالفا والبيتا ثلاسيميا بتدخل في الديفرنشال دايجنوزس للمايكروسايتيك هايبوكروميتيك. فلو جاب لي سؤال مايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا زي السؤال اللي جه في الانترفيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف هيموليتيك، هنقول الابروتش اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، وبعدين هنتكلم على كل انتيتي في الهيموليتيك انيميا كلمه ورد غطاء على طول حاجات الدايجنوستيك دي. ليه؟ لان انا في الاول قلت الكوزس بتجميع، قلت الانفستيجيشنز بتجميع، بعد كده اقول الايه، كل ديزيز الحاجات الانهيرتنس بتاعه، حاجه السبيسيفيك في البرزنتيشن والايه، والحاجه السبيسيفيك في الانفستيجيشن والتريتمنت. تمام. نفس الكلام لو جالي سؤال مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيمي نمره واحد ايرن ديفيشنسي، نمره اثنين ثلاسيميا، نمره اثنين ثلاسيميا. تمام. ده الموست او السكند موست امبورتنت ديفرنشال دايكنوزس في مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. طيب تعالى ندخل على الثلاسيميا عشان ما ننساش. بس الثلاسيميا دي عباره عن ايه، او الهيموجلوبين ديفكت، اما كواليتي او كوانتيتي. كواليتي كوانتيتي يعني كواليتي، الرقم مظبوط، رقم كويس، بس مشكلة في الايه، في الفانكشن، especially on exposure to a to stressful event. طيب الكوانتيتي دي الالفا والبيتا ثلاسيميا، اللي بيحصل ديفكت في النمبر اوف الفا او البيتا تشين. الكواليتي اللي هو السيكل سيل ديزيز، السيكل سيل ايه، السيكل سيل ديزيز. تمام. يبقى ده التقسيمه عشان ما ننساش، يعني كنا قلناها في في الهيموليتيك انيميا الهيريديتري او الانهيرتد هيموليتيك انيميا، اما من برين ديفكت او انزيم ديفكت او هيموجلوبين ديفكت. الهيموجلوبين ديفكت اما في الكواليتي يبقى السيكل سيل ديزيز. ليه؟ انا ما عنديش مشكله في الالفا والبيتا تشين، بس في مشكله في سيرتن سبيسيفيك امينو اسيد في الالفا والبيتا تشين. اول ما يحصل اكسبوجر تو ستريسفول ايفنت يحصل الايه، الكواليتي ديفكت، مشكله في الايه، في الفانكشن. الكوانتيتي ده من الاول بقى، في ديكريز في الالفا تشين او ديفكت في الالفا تشين بنقول عليه الفا ثلاسيميا، في ديفكت في البيتا تشين بنقول عليه ايه، بيتا ثلاسيميا. تمام. الموضوعين مهمين جدا وبيتسالوا كتير، سواء ام سي كيو او اسئله ريتن او ايه او كيسز. تمام. يعني جاء مره سؤال كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اوف ثلاسيميا، يبقى ابدا كده كواليتيتيف ديفكت وكوانتيتيف ديفكت. هو يقصد بالثلاسيميا هنا الكوانتي الالفا والبيتا، ولازم اقول المانجمنت. وما ننساش احنا قلنا في الاول الايرن كيليتور، وقت ما شرحنا الهيريديتري هيموكروماتوزس في الايه، بعد الايرن ديفيشنسي، لما نرجع لمحاضره الايرن ديفيشنسي تاني محاضره تقريبا، قلنا الايرن اوفرلود وشرحنا الايه، الايرن كيليتورز. الايرن كيليتورز مهمه جدا، لما يجي لي سؤال الهيريديتري هيموكروماتوزس لازم اكتبها بالتفصيل، فاكرين الجدول اللي احنا كنا رسمناه. طيب والهيريديتري والايرن كيليتورز مهمه جدا 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 في الثلاسيم، ومهمه جدا جدا في الابلاستيك انيم، ومهمه جدا ومهمه في المايلو ديسبليزيا. ليه؟ لان العيانين دول اللي سواء كان اللي عنده ان افكتيف اريثروبويسيس زي الثلاسيميا، او العيان اللي بياخد فريكوينت بلاد ترانسفيوجن بيبقى عندهم ايرن كيليتور، عيانين الابليزيا بيتاخروا في ميعاد البون مارو ترانسبلانتيشن بسبب الايرن اوفرلود، لان الفيريتين طول ما هو عالي بري ترانسبلانت كاريز بور 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 بروجنوستيك سيجنيفيكانس
بوست ترانسبلانت. عشان كده مفيش عيان بيدخل ابليزيا الا وهو الايرن ستيتس بتاعه اقل، على الاقل على الاقل اقل من ايه؟ اقل من 1000، تمام، اللي هو الفيرتين. انما لو العيان يبقى ايرن اوفرلود وفيرتين عالي، بيبقى صعب ان العيان يبقى تبقى الريسبونس بتاعته او تبقى المورتاليتي عاليه في الايه؟ في البون مارو ترانسبلانتيشن. عشان كده يعني ده دي النقط المهمه في الايه؟ في المانجمنت. انا هقول بلاد ترانسفيوجن مفيش مشكله، هقول فوليك اسيد عشان ده كرونيك هيموليتيك انيميا، وهقول ال كارنيتين يعني ليه انتي اوكسيدنت افكت. بس المهم جدا لازم اشرح في التريتمنت الايرن كيليتورز في الثلاسيميا سيكل سيل ديزيز الهيريديتري هيموكروماتوزس العيانين المايلو ديسبليزيا العيانين الابليزيا. هنشرح دلوقتي البروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا بياخدوا فريكوينت بلاد ترانسفيوجن وعندهم في نفس الوقت هيموليسيس، فلازم ابص على الايرن ايه؟ على الايرن ستيتس، تمام؟ طيب تعالوا نبدا بالموضوع عشان فيه كلام كتير في الكرايسيس اللي هو السيكل سيل، السيكل سيل انيميا او السيكل سيل ديزيز. السيكل سيل ديزيز قلنا ده كواليتي، تمام؟ السيكل سيل ديزيز ده كواليتيتيف ديفكت. ايه اللي بيحصل؟ ما في الالفا تشين نمبر كويس، البيتا تشين نمبر، انما في مشكله في الامينو اسيد، سيرتن امينو اسيد، ان بيحصل سبستيتيوشن للجلوتاميك باي فالين، يعني الفالين يحل محل الجلوتاميك اسيد، تمام؟ في البيتا تشين في بوزيشن 6، دي اسئله ام اس كيو. يبقى بيحصل سبستيتيوشن of الفالين يحل محل الجلوتاميك اسيد، تمام؟ في انهي مكان؟ على البيتا تشين. بيتا تشين فين؟ بوزيشن 6. دي اسئله ايه؟ اسئله ام اس كيو، تمام؟ طيب السيكل سيل ديزيز العيان اي جينيتك ابنورماليتي في الدنيا، اما هوموزايجوس او هيتيروزايجوس، دايما الاكسبريشن بيبقى سيفير في الهوموزايجوس، تمام؟ اللي هو بنقول عليه هنا هيموجلوبين اس اس اللي هو الهوموزايجوس. الهيتيروزايجوس بيبقى غالبا معاه اذر فورم اوف ثلاسيميا زي مثلا هيموجلوبين اس سي، ده هنشرحه. الهيموجلوبين سي ده عباره عن ايه؟ وفي الهيموجلوبين اس ومعاه البيتا ثلاسيميا، تمام؟ معاه البيتا ثلاسيميا، ده بيبقى الايه؟ الهيتيروزايجوس. دايما الاكسبريشن اوف ذا ديزيز في الهيتيروزايجوس اقل من الايه؟ من الهوموزايجوس. الهوموزايجوس ده العيان اللي احنا بنشوف في العياده جاي بالفول بلون بيكتشر، frequent crisis, anemic symptoms, iron overload, up to pulmonary embolism, peripheral vasculitis او vascular occlusion بسبب الايه؟ بسبب السيكلينج. ايه اللي بيحصل؟ العيان في البيز لاين بتاعه في سيكل، في سيكل سيل في البريفرال بلود، تمام؟ السيكل سيل دي بيحصل لها destruction. ديستراكشن فين؟ في الاول في البون مارو، على بوابه البون مارو اللي احنا بنقول عليها الان افكتيف اريثروبيسيس، دي بيحصل فيها الديستراكشن، تمام؟ طيب ده نمره واحد. ايرلي ان ذا ديزيز بيبقى في السبلين ايرلي، عشان كده عيانين السيكل سيل في الاول ممكن نلاقي معاهم سبلينوميجالي، يعني طفل صغير لسه بتشخص سيكل سيل ديزيز مش عيب ان انا الاقي سبلينوميجالي، انما بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنه مع الايج بيحصل اللي احنا نعرفه اللي هو الاوتو سبلينكتومي، اللي هو بسبب الفريكونت اوكلوجن اوف سمول فاسكوليتشر اوف ذا سبلين بيحصل اوتو سبلينكتومي. والعيان ده حتى مع ان السبلين موجود بس سمول سايز ياخد يتعامل كانه هايبو سبلينيزم. نقول تاني، بيز لاين في اصل ده جينيتك ديفكت،
خلاص يبقى في سبستيتيوشن اوف امينو اسيد مكان امينو اسيد، الفالين يحل محل الجلوتاميك، فبيدي ابنورمال سيل. في بيز لاين سيكل سيل، تمام، السيكل سيل دي شكلها غريب مش متعود عليه البون مارو، فالماكروفاج سيستم اللي بيلاين المايكروفاسكوليتشر اوف ذا بون مارو سبيسز بيعمل ديستراكشن للايه للسيكل سيل، ده اللي بنقول عليه ان افكتيف اريثروبويسيس. ايرلي بيبقى فيه ديستراكشن في السبلين، عشان كده العيانين دول ايرلي ان دايجنوزس معاهم سبلينوميجالي، ليت بيبقى معاهم اوتو سبلينكتومي. اوتو سبلينكتومي، تمام. ايه اللي بيحصل؟ خلاص هو العيان ماشي ماشي ايه، طب تعالى اقول لك حاجه تاني، العيانين دول مع انه عنده سيكل سيل وفي بيز لاين ديستراكشن، يعني ايه في بيز لاين ديستراكشن؟ يعني العيان ده مثلا ان بتوين اتاكس، هتسحب البيليروبين هتلاقي التوتال عالي مينلي اندايركت، وهتلاقي ال دي اتش عالي، تمام، وهتلاقي في سيكل سيل، العيان ماشي بالايه بالبيز لاين. انما لما يحصل اكسبوجر لستريسفول ايفنت زي انفكشن ديهايدريشن هايبوكسيا، الستريسنج بيزيد، السيكلينج بيزيد. ليه؟ لان الريد بلاد سيل فيها ابنورمال من وظائف الريد بلاد سيل ان هي ايه بتقاوم اني ستريسفول ايفنت زي ما قلنا في الجي 6 بي دي، تمام. طيب عشان في مشكله سبيسيفيك امينو اسيد، تلاقي الديفند اجينست ستريسفول ايفنت بيبقى ويك، فتاخد السيكلينج، السيكلينج يزيد. انما السيكلينج موجود، بيز لاين موجود، تمام. طيب نقول حاجه كمان، العيان ده مثلا لما تلاقي عيان، هنتكلم ده السيكل سيل ديزيز، عيان السيكل سيل ديزيز وعيان البيتا ثلاسيميا، السيكل سيل ديزيز الهيموجلوبين بتاعه 7، البيتا ثلاسيميا الهيموجلوبين بتاعه 7، ده عنده هيموجلوبين اس وده عنده هيموجلوبين اف زي ما هنقول كمان شويه. تلاقي الانيميك سيمتومز مع انه نفس الرقم في البيتا ثلاسيميا بروميننت عن الايه؟ عن السيكل سيل ديزيز الانيميك سيمتومز. ليه؟ لان الهيموجلوبين اس بيعمل ايه؟ الهيموجلوبين اس عنده بور افينيتي او بيريليز الاكسجين، الهيموجلوبين اس بيريليز الاكسجين عند البريفرال تيشوز رابيدلي، انما الهيموجلوبين اف لهاي بايندنج كاباسيتي للايه؟ للاكسجين. عشان كده عيان السيكل سيل ديزيز تلاقيه ماشي بستة وسبعة، مش 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 ما فيش مانيفستيشن اوف انيميا ان كومباريتد للاذر ايه؟ للاذر بارتنر او الاذر اذر جروب. يوجوالي symptoms of anemia in patient with hemoglobin S is mild. ليه؟ لأن الهيموجلوبين S gives oxygen to tissues more easily than hemoglobin A, hemoglobin F. دي كل دي أسئلة MCQ وأسئلة وأسئلة شفا، تمام. طيب نقول حتة كمان هتفرق معانا في فهم الإيه؟ فهم السيمتومز. تعالى أقول لك إن وقت الكرايسيس تيجي السيكل سيل تقفل لك الايه السمول كابيلاريز، السمول كابيلاريز. طيب السيكل سيل لزقت في الايه؟ في الاندوثيليال، عملت لك اندوثيليال انجري. الاندوثيليال انجري ده انفلاميشن، اندوثيليال انجري ده انفلاميشن، يعمل حاجتين، يزود النيتروفيلز فتلاقي عندك نيتروفيليا، وفي نفس الوقت اكتيفيت الكواجوليشن كاسكيد. عشان كده العيارين دول ممكن نلاقي عندهم نيوتروفيليا ويزاوت انفكشن. ليه؟ لان السيكلينج، ان السيكلينج بيعمل انجري للاندوثيليوم في السمول كابيلاريز او السمول بلاد فيسل، تمام. ده انفلاماتوري رياكشن او انفلاماتوري بروسيس، بتعمل ايه؟ بتزود الايه الوايت بلاد سيل سبيشالي نيتروفيلز. عشان كده العيان ده
في الوايت بلود سيل في البيزك ممكن نلاقي عنده نيوتروفيليا، نيوتروفيليا ويزاوت ويزاوت ايه؟ ويزاوت انفكشن. خد بالك هقول عنده نيوتروفيليا ويزاوت انفكشن بسبب الايه؟ الانفلاماتوري بروسيس اللي بتحصل مع السيكلينج في السمول بلاد فيسل، او نيوتروفيليا ويز انفكشن ان العيان ده بيبقى عنده ايه؟ اوتو سبلينكتومي. يبقى العيان ده عنده اوتو سبلينكتومي فبيبقى عنده انفكشن، عرضه للانفكشن، او بالفعل عنده انفكشن بالانكابسوليتد اورجانيزم. عشان كده العيانين دول بياخدوا الفاكسين وبياخدوا كمان معاها الانفلونزا، انفلونزا فاكسين. وفي نفس الوقت اللي يعمل اندوثيل الانجري طبعا بيعمل اكتيفيشن للكواجيوليشن كاسكيد، فبيزيد لي الايه؟ التندنسي تو ثرومبوزس. يبقى العيان ده عنده تو ريسك فاكتور للثرومبوزس. نمره واحد الميكانيكال اوكلوجن بالسيكلينج، نمره اثنين الاكتيفيشن للكواجيوليشن كاسكيد، الاكتيفيشن للكواجيوليشن كواجيوليشن كاسكيد. تمام. يبقى ده لما يجي يقول لي سؤال الباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس للايه؟ للسيكل سيل ديزيز. يبقى ابدا من اول الفالين مكان الجلوتاميك بوزيشن 6 بيتا تشين، الانفكتيف اريثروبويسيس ديستراكشن جوه وديستراكشن بره ايرلي، عشان كده العينين بين قوسين ايرلي في سبلينوميجالي، ليت بيحصل اوتو سبلينكتومي فبيحصل السبلين بيبقى سمول ان سايز. تمام. نمره اثنين اقول له ان العيانين دول بيبقى عندهم الانيميك مانيفستيشن قليله او مايلد بسبب الايه؟ ان الهيموجلوبين اس بيعمل ريليز للاو 2 عند التيشوز ات ذا ليفل اوف تيشوز مور ايزيلي ذان هيموجلوبين ايه؟ هيموجلوبين اف. نمره ثلاثه بيعمل السيكل سيلز بتعمل اوكلوجن للسمول فاسكوليتشر اندوثيليال انجري، يعمل لي حاجتين نيتروفيليا ويزاوت انفكشن ويعمل لي اكتيفيشن كواجيشن كاسكيد، وبالتالي بيزود الريسك اوف ثرومبوزس. عندي تو ريسك فاكتورز الكواجيشن كاسكيد اكتيفيشن والميكانيكال اوكلوجن بالايه؟ بالسيكل سيل ديزيز. الكلينيكال بيكتشر عنوانين كبار انيميا اند كرايسيس. الكلينيكال بيكتشر انيميا اند كرايسيس. الانيميك سيمتومز معروفه قلناها في ايه؟ في اول محاضره خالص للجنرال مانيفستيشن اوف ايه؟ اوف انيميا. طيب الكرايسيس ثلاث عناوين كبيره تحتها العناوين الصغيره، الفازو اوكلوزيف والابلاستيك اند ميجالو بلاستيك والهيموليتيك. يبقى الفازو اوكلوزيف، فازو اوكلوزيف، ابلاستيك او ميجالو بلاستيك، الاثنين بيبقى فيهم بانسايتوبيني. تمام. والهيموليتيك كرايسيس. بالفازو اوكلوزيف، الابلاستيك او الميجالو بلاستيك والهيموليتيك كرايسيس. عايز تحط الميجالو بلاستيك في عنوان لوحدها مفيش مشكله. ميجالو بلاستيك قلناها بتحصل في كل الهيموليتيك انيميا، قلناها قبل كده في الايه؟ الهيريديتري مع الهيريديتري سبيروسايتوزس، مع الليبتوسايتوز، مع كل هيريديتري انيميا لما يحصل فوليك اسيد ديفيشنسي. ونرجع نقول ان الفوليك اسيد بيبقى باكجد مع الريد بلاد سيل من وقت السنسس. عشان كده لما اجي في العيانين اللي عندهم ماكروسيتيك ميجالو بلاستيك انيميا واجي اطلب الفوليك اسيد، هيسالك تطلب السيرم فوليك اسيد ولا الريد بلاد سيل فوليت؟ نقول الريد بلاد سيل فوليت. يبقى الميجالو بلاستيك بتحصل بسبب الايه؟ فوليك اسيد ديفيشنسي. فنلاقي الهيموجلوبين يقل والريتكس يقل. خد بالنا ان عيانين الهيموليتيك انيميا بيبقى فيهم ريتيكولوسايتوزس، وبالتالي قلنا لو مايلد اند مودريت ريتيكولوسايتوزس بنحطهم في نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، لو الريتيكولوسايتوزس سيفير اكتر من 10، تمام، اكتر من 10% من البريفرال بلاد تدخل في السيفير ماكروسايتوزس يديك ماكروسيتيك انيميا. فعيانين العيان اللي يدخل في الابلاستيك كرايسيس والميجالو بلاستيك كرايسيس بتبقى معاهم ريتيكيولو سايتوبينيا. يعني العيان ده قبل ما يجي لك بالبان سايتوبينيا بتاعت الابليزيا انت عارف السي بي سي قبل كده العيان انيميك والريتكس بتاعته 5% 7% 10%. تمام. دلوقتي الريتكس بتاعته 0.5
ولا 0.1 ولا 1، تمام؟ العيان اصلا البيز لاين بتاعه ريتيكولوسايتوزس، يجي لك بريتيكولوسايتوبينيا، اه يبقى اخد بالي ان ده حاجه من اثنين، يعني جاله بلاستيك كرايسيس بسبب الفوليك اسيد ديفيشنسي، عشان كده اي عيان هيمولوسيس لازم يمشي على فوليك اسيد، او العيان دخل في الابلاستيك كرايسيس بسبب البارفوفيروس بي 19 انفكشن، بارفوفيروس بي 19 انفكشن، تمام؟ يبقى احنا كده قلنا الابلاستيك الايه الميجالو بلاستيك، الهيموليتيك كرايس اللي هي بتيجي باجرافيشن للايه للبروسيس ويز اكسبوجر تو ايه تو ان ستريسفول ايفنت، بالعيان بيدخل في الايه في الـ هو في بيز لاين هيموليسيس، الريت بتاع الهيموليسيس ايه الريت بتاع الهيموليسيس يعلى. اعرفها ازاي؟ ان الهيموجلوبين بيقل رابيدلي والريتكس بتعلى ايه بتعلى رابيدلي، تمام؟ يبقى دي الهيموليتيك، الهيموليتيك كرايسيس اللي هو العيان بيجي لك بايه، تعرض لانفكشن، زاد السيكلينج، حصل مور ايه مور هيموليسيس، مور ديستراكشن في البون مارو، ومور ديستراكشن في الايه في السبلين. اعرف ازاي؟ العيان من اسبوع كان الهيموجلوبين بتاعه 8 واخد 1 يونت باك تريد بلوت سيل، جاي لي بعدها باسبوع بهيموجلوبين 5، وكان من اسبوع الريتكس 6 او 7، جاي دلوقتي بريتكس 15. يبقى دي بنقول عليها الايه الهيموليتيك هيموليتيك كرايسيس. يوجوالي الهيموليتيك كرايسيس تبقى اسوشيتد مع البينفول كرايسيس اللي بتحصل مع السيكل سيل ديزيز. طيب الفازو اوكلوزيف كرايسيس بنحطها تحت عنوانين كبار. يبقى احنا كده جمعنا السيمتومز بتاعت السيكل سيل عشان ما ايه ما ننساش، تمام؟ اما الفازو اوكلوزيف السيمتومز نمره واحد انيميا اللي هو العنوان بتاعنا، تمام؟ او كرايسيس، كرايسيس ثلاث عناوين او اربع عناوين، الفازو اوكلوزيف، الابلاستيك او الجلو بلاستيك، والهيموليتيك اي كرايسيس. طيب الفازو اوكلوزيف كرايسيس بنحطها تحت عنوانين كبار برضه، حاجتين، اما بينفول كرايسيس او فيسرال كرايسيس. يبقى نحط الفازو اوكلوزيف كرايسيس عنوانين، اما painful crisis او الفيسرال. الفيسرال بقى كل ما تشتهيه الايه الاعين في كل اورجن، في كل اورجن من اول البرين للاي للتشست للبون للجينيتال لكل الايه للجاسترو انتستاينال كل حاجه، تمام؟ طيب تعالى نمسكهم واحد واحد كده. ايه هي الايه البينفول، البينفول كرايسيس دي اللي هي ال كومنلي بريزنتد ايه كرايسيس بيجي ليها العيان، تمام؟ العيان يدي معاه كافو اكسبكتوريشن، يدي معاه يورين تراكت انفكشن بيرنينج سنسيشن، يدي معاه سيلولايتس، يبقى في ريسك فاكتور او بريسيبيتيتنج فاكتور للبينفول كرايسيس موست كومن انفكشن، any infection any site of a infection. نمرة اثنين dehydration، نمرة ثلاثة hypoxia لو عيان راح في أماكن إيه أماكن مرتفعة، نمرة أربعة any stressful event. عشان كده هنكتب هنعلق في الـ في التريتمنت على management of sickle cell disease patient during pregnancy، لان ده ستريس ممكن يدخل العيان في ايه في painful crisis، during anesthesia and surgery لان ده ستريس ممكن يدخل العيان في الايه في painful crisis. عشان كده السيرجري الدليفري او البريجننسي، تمام؟ السيفير اكسرسايز كل ده كل ده ستريسفول ايفنت. يبقى الانفكشن dehydration الهايبوكسيا الستريسفول ايفنت سبيشالي البريجننسي والسيرجري. مش معنى البريجننسي والسيرجري لان دول بيكاريز هاي مورتاليتي للايه للسيكل سيل ديزيز، وبيتسالوا كتير ازاي تحضر عيان سيكل سيل في السيرجري، تمام؟ وازاي تحضر عيانه او تاخد بالك من عيانه تو كير بيشنت بريجننت او جوينج تو ديليفر وهي ايه وهي سيكل سيل، تمام؟ يبقى الانفكشن ديهايدريشن هايبوكسيا ستريسفول. تعال اقول لك ان العيان من الفريكوينت اوكلوزيف
كرايسيس زي ما هنقول دلوقتي في الفيسرال في الجينيتال يورينري، ان العيان بيحصل لهم حاجه اسمها بابيلاري نكروزس، نكروزس اوف هيماتوريا بابيلاري نكروزس. ايه السبب الثاني الكومن للبابيلاري نكروزس؟ الدايابيتس ميليتس، لما العيان يدخل في بايلونيفرايتس. بايلونيفرايتس في العيان الدايابيتك يدخل العيان في اكيوت بابيلاري نكروزس. نفس الكلام بيحصل في العيانين السيكل سيل البابيلاري نكروزس، فريكوينت بابيلاري نكروزس يدخل العيان فرينال امبيرمنت اب تو ان العيان ممكن يدخل فرينال فيلير. انا بقول لك ليه؟ لان انت هتلاقي مكتوب ان العيان الاسيدوزس بتبريسيبيتيت، دي بتيجي سؤال ام اس كيو، الاسيدوزس بتبريسيبيتيت بينفول كرايسيس. طيب يبقى الموست كومن انفكشن، الموست سيريس سيرجري اند بريجننسي، انفكشن زين ديهايدريشن هايبوكسيا اسيدوزس. تيجي منين العيان اسيدوزس؟ اسيدوزس لاي سبب، ديهايدريشن داخل العيان في لاكتيك اسيدوزس، تمام، او السبسس داخل العيان في لاكتيك اسيدوزس، او الرينال امبيرمنت او الرينال فيلير اللي بيحصل للعيانين دول. ليه بيحصل لهم رينال فيلير؟ لما نوصل للكيس بس هقولها دلوقتي ونقولها تاني. بيحصل رينال فيلير او رينال امبيرمنت بحاجتين، الفريكوينت اوكلوجن في الارتيريال اللي هو البابيلاري نكروزس يدينا ايه؟ رينال امبيرمنت ورينال فيلير، او ان العيانين دول ممكن يحصل لهم رينال فين ثرومبوزس. ان العيان احنا قلنا من شويه ان العيانين دول عندهم تو ريسك فاكتورز للثرومبوز، نمره واحد الاوكلوجن بالسيكل سيل نفسها الميكانيكال، نمره اثنين ان وانس لمس الاندوثيليوم يحصل لي اندوثيليال انجري اكتيفيت الكواجيوليشن، الكواجيوليشن كاسكيد اكتيفيت الكواجيوليشن كاسكيد. فالعيان ده بيحصل له رينال فيلير او رينال امبيرمنت بحاجتين، بالبابيلاري نكروزس والاكيوت رينال فين، رينال فين ثرومبوز. يبقى ده ريسك فاكتور للبينفول، البينفول كرايسيس. طيب البينفول كرايسيس بتحصل ليه؟ بينفول كرايسيس بتحصل ليه؟ بتحصل بسبب المايكرو فاسكوليتشر اوكلوجن سبيشالي ان ذا بون. يبقى البينفول كرايسيس، البينفول كرايسيس بعد ما يتعرض العيان لريسك فاكتور يحصل اوكلوجن للسمول بلاد فيسل يوجوالي في البون، اني بون، لونج بون، شورت بون، البونز بتاعت الابر ليم، البونز بتاعت اللور ليم، تمام. حتى تلاقي دايما مكتوب مع البينفول كرايسيس حاجه اسمها هاند اند فوت سيندروم او البينفول داكتيلايتس. بينفول داكتيلايتس ده بيحصل انفاركشن، تمام، في السمول بونز، في الديجيتس، في الديجيتس، في التوز والفينجرز، تمام، في الديجيتس، في التوز، في التوز والايه والفينجرز، تمام. يبقى البينفول كرايسيس بيحصل بسبب الاوكلوجن اوف سمول بلاد فيسلز في الايه، في البونز. البيست اكزامبل او الكلاسيك اكزامبل اللي هو الهاند اند فوت، هاند اند فوت سيندروم او البينفول، بينفول داكتيلايتس، دي بتحصل بسبب الانفاركشن في البونز سبيشالي في الديجيتس اللي هي في الايه، في الهاند اند ايه اند فوت او التوز والايه والفينجرز، بيتقال عليها الهاند اند فوت اند هاند اند فوت ايه سيندروم. طيب تعال اقول لك على حاجه، عيان بعد البينفول كرايسيس يوجوالي البينفول كرايسيس مش لوكالايزد تو سيرتن سبيسيفيك بون، تمام، يعني تلاقي جنرالايزد بوني بين، جنرالايزد بوني بين. طيب لو العيان لقيته بقى عنده painful crisis ماشي، بعد كده بدأ البين يبقى في specific site، بدأ البين يبقى في specific site، specific bony site، لازم أعمل imaging على البون ده، سواء كان pain plain x-ray أو البيتر طبعا يصور البون CT، تمام، أو MRI. ليه؟ عشان حاجتين، نمرة واحد العيان ده لو جاله limping في الجيت، يعني العيان ده عنده pain في الهيب جوينت، لازم افكر في الافاسكولار هيب نيكروزس، افاسكولار نيكروزس اوف هيب جوينت او الافاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد اوف فيمر، تمام، بيحصل في حاجتين كبار. نمرة واحد الاوكلوجن اوف سمول بلاد فيسلز اللي بيحصل في السيكل سيل، نمره اثنين مع الاستيرويد ثيرابي.
مع الاستيرويد ثيرابي، تمام؟ يبقى انا بعمل ايمجنج لما يحصل لي لوكاليزيشن البينفول كرايس، العيان جايب جنرالايزد بوني بين، خلاص اديته التريتمنت اللي احنا هنقوله فلويد واكسجين وانتيبيوتيك و و ماشي، وبدات له كمان هيدروكسي يوريا وعملت كل الايه كل المطلوب. بس بعد كده مع الوقت العيان البوني بين بدا يتحسن، بس بدا يبقى لوكاليزد ان سيرتن سايت، يبقى لازم اعمل ايمجنج على الايه على السبيسيفيك سايت عشان حاجتين. لو جاي البين في الهيب جوينت تو اكسكلود افاسكولار هيب نكروزس اللي هو الايه نكروز اوف ذا هيد اوف فيمر، نمره واحد. نمره اثنين عشان استبعد الايه الاوستيومايلايتس، يبقى بيحصل بوني نكروزس الدي افاسكولار نكروزس اوف هيد اوف فيمر، تمام؟ او يديني الايه الاوستيومايلايتس. يجي لنا فيها سؤال ام سي كيو، الكومن اورجانيزم اللي بينفيد البون في الافاسكولار نكروزس او في الانفاركشن في العيان السيكل سيل، سالمونيلا اورجانيزم. ده سؤال ام سي كيو. سالمونيلا اول ما عيان السيكل سيل يجي له اوستيومايلايتس على طول، على طول ابدا ايه افكر في الايه في السالمونيلا افكشن، افكر في السالمونيلا انفكشن. السالمونيلا ايه انفكشن. يبقى انا العيان جايب جنرالايز بوني بين، هتعامل عادي خالص، دي بينفول كرايسيس، تمام؟ انتيبيوتكس فلويد ادي الهيدريا، تمام؟ مفيش مشكله. انالجيزيا سواء كانت نون ستيرويدال او باراستامول، تمام؟ ممكن اعلى بالحاجات الايه الكوديين، مفيش مشكله خالص. اني انالجيزيا في العيان ده ما فيهاش ايه، مفيش كونترا انديكيشن ليه، تمام؟ طيب لو البين لوكالايز تو سيرتن سايت، اي شود اي ماست اكسكلود افاسكولار هيب نكروزس، نمره واحد. نمره اثنين اوستيومايلايتس باي الاورجانيزم سبيسيفيك، السالمونيلا، سالمونيلا انفكشن. طيب يبقى دي البين البوني او البينفول كرايسيس. نمره اثنين، احنا بنتكلم على ايه؟ على احنا بنتكلم على الانيميا، الكلينيكال بيكتشر بتاعت السيكل سيل ديزيز، انيميا زائد كرايسيس، كلينيكال بيكتشر انيميا زائد كرايسيس، انيميا زائد كرايسيس. قلنا الابلاستيك مجلو بلاستيك الهيموليتيك، احنا بنتكلم على الفازو اوكلوزيف، قلنا بنقسم الفازو اوكلوزيف حاجتين، اما بينفول كرايسيس واما فيسرال كرايسيس. قلنا البينفول كرايسيس هندخل دلوقتي على الايه؟ على الفيسرال كرايسيس. يعني ايه فيسرال كرايسيس؟ فيسرال اللي هو يساوي سيكلينج انسايد اورجنز، سيكلينج انسايد ايه اورجنز، يبقى الفيسرال كرايسيس سيكلينج انسايد اورجنز. يديني حاجتين هم اللي بيفسروا الموضوع كله، انفاركشن او ستيزس. ستيزس ده لو حصل في الفينس اوكلوجن، انفاركشن لو حصل ارتيريال اوكلوجن. كده خلصت الفيسرال كرايسيس. يبقى الفيسرال كرايسيس عباره عن ايه؟ سيكلينج انسايد اورجنز، سيكلينج انسايد اورجنز، سيكلينج انسايد اورجنز. ده يديني حاجتين، اما انفاركشن او ايه او بولينج. البولينج، بولينج اوف بلاد ده بيحصل، بيجي لي بايه بثلاثه برزنتيشن، اما بولينج في الليفر او بولينج في السبلين او بولينج في البينس يديني البريابيزم. الانفاركشن في البرين يديني ستروك، pulmonary embolism، otosplenectomy، stroke pulmonary embolism
اوتو اوتو سبرينكتومي، ألسرز اوف ذا لام في السكين، في اللور لام، تمام. انفاركشن في الاي يعمل لي هايبوكسيا، يديني حاجه اسمها بروليفريتيف ريتينوباسي، بروليفريتيف ريتينوباسي. دي الموست كومن، ايه الموست كومن كومبليكيشن. نقول تاني الستروك، بالمونري امبوليزم، اوتو سبلينكتومي، السرز في السكين، بروليفريتيف ايه، بروليفريتيف ريتينوباسي. ليفر سبلين برايبازم، ليفر سبلين اللي هو البولينج اوف بلاد في الليفر والسبلين والايه والبرايبازم. طيب تعالوا نمسك واحده واحده. الستروك، تعالى اقول لك ان العيان السيكل سيل لما يجي لي سي ان اس او برين مانيفستيشن ستروك، التريتمنت بتاعه هيجي لي بستروك لاترالايزيشن ايا كان according to the site of occlusion، زيه زي اي عيان diabetic hypertensive جاي بستروك. ستروك بتبقى ischemic ستروك، يبقى الستروك تبقى ايه؟ ischemic، ischemic ستروك. ده نمره واحد. نمره اثنين، بيبقى according to the ايه؟ site affected، يجي باي lateralization على حسب الايه؟ على حسب الهيمسفير affected او الاريا اوف ذا برين affected. المهم بقى ده كلام عام، التريتمنت بتاع الستروك، التريتمنت بتاع الستروك في العيان السيكل سيل زي الستروك في اي عيان زائد حاجات سبيسيفيك للسيكل سيل هنقولها في الاخر. بس في كلمه مهمه جدا 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 بتتسال كتير قوي في الشفوي وبتيجي في الام سي كيو، ولو جات سؤال السيكل سيل في الامتحان وكتبت الفيسرال كرايسيس وقلت الستروك، قلت الكلام العادي بتاع الجنرال ميدسن مفيش مشكله، بس لازم اقول الكلمه الايه او العنوان الاتي: البيست بريدكتور فور ثرومبوتيك ستروك في العيان السيكل سيل ديزيز از، يبقى نقول كده البيست بريدكتور فور، بيست بريدكتور فور سكيميك ستروك ان سيكل سيل، ان سيكل سيل ديزيز البيست بريدكتور للستروك في السيكل سيل ديزيز از ترانس كرينيال دوبلر الترا ساوند. ترانس ان سيكل سيل ديزيز از ترانس كرينيال دوبلر الترا ساوند. دي اول كلمه مهمه في حته الستروك، تمام. تاني كلمة مهمة، تاني كلمة مهمة، ايه الرقم؟ والرقم معلش يعني احنا ما بنحفظش ارقام، لا نحفظ الرقم ده. ايه الفيلوسيتي اوف ذا بلاد اللي تشوفها في الدوبلر الترا ساوند في الترانسكرينيال ارتريس اللي اقل منها تخليك تقلق ان العيان ده هاي ريسك فور ثرومبوتيك ستروك؟ تبقى الفيلوسيتي اقل من 200 سنتي في الثانية، اقل من 2 صفر صفر سي ام في الثانية، ماشي تمام. طيب لو لقيت العيان عنده في الترانسكرينيال دوبلر الترا ساوند لقيت الفيلوسيتي اوف بلاد اقل من الرقم ده، ايه الاكشن بتاعك؟ تعال اقول لك ان عيانين السيكل سيل ديزيز بياخدوا بلاد ترانسفيوجن لو هو انيميك، نمره اثنين لو الهيموجلوبين اس عالي. الام بتاعي في الهيموجلوبين اس بتاع العيان السيكل سيل ديزيز ايه؟ انه يفضل يبقى اقل من 30%. طيب الرقم ده اللي هو 200 سنتي لكل ثانيه، تمام، لو هو الرقم طالع اقل من كده لازم احط العيان على، ده سؤال ام سي كيو بتسال في الشفوي، كرونيك بلاد ترانسفيوجن. لازم العيان، يعني ما فيش عيان بياخد كرونيك بلاد ترانسفيوجن، معظم العيانين بياخدوا اون ديماند لما الهيموجلوبين يقل عن كذا او يبقى في مانيفستيشن لكذا. انما العيان ده سيكل سيل ديزيز لما يبقى دخل في ترانزيت سكيميك اتاك، عملنا له ترانس كرينيال دوبلر الترا ساوند على كرينيال
فاسكوليتشر على الكرينيال ارتريز لقينا الفيلوسيتي اوف بلاد اقل من الرقم اللي احنا قلناه، يبقى لازم العيان يتحط على كرونيك بلاد ترانسفيوجن سكيدول، يعني كيس او كيسين افري 1 اور 2 ويكس. ليه؟ لان الهدف بتاعي ان انا اي ماست مينتين هيموجلوبين اس بيلو 30%. ليه؟ لان الهيموجلوبين اس اباف 30% بيدخل العيان في الثرومبوتيك ستروك او في الايه الفيسرال كرايسيس. دي اهم نقطه في الايه في موضوع ال هيقول لك ايه التريتمنت بتاع ستروك زي اي عيان ستروك سكيميك ستروك انتي سكيميك ميجر ما فيش مشكله، بس لازم اقول له الكرونيك بلاد ترانسفيوجن زائد هيدروكسيوريا. تمام، الهيدريه هنقولها في كل اللاينز تريتمنت بتاعت سيكل سيل ديزيز لما نيجي في الايه في الاخر. ليه بنركز على البرين؟ لان انا اقول لك ان في ناس دلوقتي في الطفل الصغير البيست لاين اوف تريتمنت الترانسبلانتيشن او الجين ثيرابي في الشباب الاطفال الصغيرين. تمام، بس لو العيان جاله ترانزيت سكيميك اتاك يبقى بيتر. ترانزيت سكيميك اتاك شاب صغير وجاله ترانزيت سكيميك اتاك او طفل صغير وجاله ترانزيت سكيميك اتاك، في ناس بتحط الستروك از ان انديكيشن فور بون مارو اور جين ثيرابي. يعني مش دي ده لسه حاجه في الايه ريسنت اللي هو الجين ثيرابي او البون مارو اكوردنج تو الكلينيكال برزنتيشن، بس ما ننساش الترانس كرينيال دوبلر الترا ساوند اب نورمال فيلوسيتي، لان ده بيانديكيت الهاي ريسك فور ثرومبوتيك ستروك. فلازم احط العيان على كرونيك بلاد ترانسفيوجن زائد الاذر لاينز اوف تريتمنت في السيكل سيل ديزيز، وما ننساش الرقم اقل من 200. طيب يبقى ده البرين. بعد البرين البالمونري امبوليزم، بالمونري امبوليزم وكومبليكيتد بالمونري هايبرتنشن وكومبليكيشن على الايه على الهارت ده. طيب البالمونري هايبرتنشن يعمل لي كور بالمونال ورايت سايد فيلير، طب العيان ده بيدخل في هارت فيلير من اي سبب تاني؟ ايوه الايرن اوفرلود. ما انساش او في الكلينيكال باكتشر بتاع اي عيان كرونيك هيموليتيك انيميا الايرن اوفرلود الهيموكروماتوزس، يعني العيان ده هيدخل عيان سيكل سيل بالمونري امبوليزم سواء كانت سمول، يوجوالي بتبقى ايه اوكلوجن للسمول بلاد فيسل سمول بالمونري فاسكوليتشر. تمام، فالعيان يدخل في الايه يبقى ديزنيك اكيوت اتاك اوف ديزني متعدي فريكونت. بعد كده تلاقي العيان بدا هايبوكسيك، بدا العيان يدخل في ايه في الاولمبيدين، ما تعمل ايكو تلاقي دايليتد كاردياك تشامبر رايت سايد يبقى ده كور، والعيان بدا يبقى هايبوكسيك يبقى كور بالمونال بسبب الفريكونت بالمونري امبوليزم او اوكلوجن اوف سمول بالمونري فاسكوليتشر بسبب الايه السيكلينج انسايد بلاد فيسل. تحط على طول ديفرنشال دايجنوزس ليه او اذر كوزز اوف هارت فيلير ان ذيس بيشنت الايرن اوفرلود الهيموماتوزس او الهيموسيدروزس لنا ريستريكتيف كارديو مايوباسي 70% من العيانين 30% من العيانين يعمل لنا دايليتد كارديو مايوباسي، يعمل ريستريكتيف ويعمل دايليتد ايه دايليتد كارديو مايوباسي. نمره ثلاثه في الانفاركشن الاوتو سبلينكتومي الاوتو سبلينكتومي. العيان قلنا في الباثوجينيسيس في الاول بيبقى العيان عنده سبلينوميجالي لان بيحصل ديستراكشن للسيكل سيلز في الايه في السبلين. بعد كده يدخل العيان في الايه في الاوتو سبلينكتومي بسبب الاوكلوجن في سمول بلاد فيسلز. وفي التريتمنت لازم نقول الفاكسينيشن اجينست موفلس او الانكابسوليت اورجانيزم الستريبت النيموكوكاي الهيموفيلس زائد الايه الانفلونزا فاكسين. نمره ثلاثه الالسر في الليج، الالسرز اوف ذا ليج تبقى يوجوالي اراوند الميديال مالولس تبقى بسبب ايه؟ بسبب اللوكال سكيميا بسبب انفاركشن في الايه في السمول سبكوتينيوس بلاد فيسلز. نمره اربعه البروليفريتيف ريتينوباسي، وده بيجي سؤال ام سي كيو ايه اللي بيحصل؟ بسبب الاسكيميا بيحصل نيو بلاد فيسل فورميشن اللي احنا بنقول عليه النيو فاسكولاريزيشن زي بالظبط اللي بيحصل في الدايابيتك ريتينوباسي. الدايابيتك بيبقى عندك في حاجه اسمها بري الفيزز بتاعتها ثلاثه
او بري بروليفريتيف، بروليفريتيف في ماكيلوباسي. تمام، البري بروليفريتيف ما بيبقاش فيه اجريسيف سكيم، يبقى بس في شويه هيموريج على ايه، سمول مايلد انفاركشن. انما دخل العيان في البروليفريتيف فيز، ده معناه ان في نيو بلاد فيسل فورميشن. نيو بلاد فيسل فورميشن ده بيزود الانستنس للايه، للريتينال ديتاتشمنت والايه والهيموريج. يبقى البروليفريتيف ريتينوباسي اللي بتحصل في عيان السيكل سيل ديزيز بتحصل بسبب النيو بلاد فيسل فورميشن، اللي بتحصل بسبب الايه، السمول بلاد فيسل اوكلوجن او اللوكال، او اللوكال اسكيميا. دي التريتمنت بتاعها زي الايه، زي التريتمنت بروليفريتيف ريتينوباسي اللي هو الليزر، ليزر فوتو كواجوليشن وكنترول الايه، الكروز. طيب ندخل بقى على الايه، البولينج. بولينج في الليفر يحصل، بولينج في ما نسينا حاجه مهمه في الانفاركشن في الكدني، احنا قلناها من شويه دي مهمه جدا. الكدني في تعبيرات، ثلاث تعبيرات مهمه دي بنتسال فيها. الطفل الصغير يجي لك ازاي تشك ان الطفل الصغير عنده رينال افكشن بسبب السيكل سيل ديزيز في الكدني؟ تقول له نوكتورنال انيوريسيس. يبقى الطفل الصغير، يبقى الرينال افكشن، ثلاث جمل مهمين. في الشباب الصغيرين او الاطفال الصغيرين تلقط ازاي الرينال امبيرمنت او الرينال افكشن بسبب السيكل سيل نوكتورنال انيوريسيس؟ يعني الطفل اللي عنده سيكل سيل ديزيز لو جاله نوكتورنال انيوريسيس، اخد بالي ان العيان ممكن يبقى عنده رينال افكشن. نمره ثلاثه هيماتوريا، او نمره اثنين اسف، هيماتوريا اللي احنا قلنا من شويه البابيلاري نكروزس، البابيلاري نكروزس. نمره ثلاثه تعبير مهم جدا جدا، وبنتسال ايه معناه، حاجه اسمها ايزوثينوريا. يبقى النوكتورنال انيوريسيس، هيماتوريا، تمام. نمره ثلاثه الايزوثينوريا. يعني ايه ايزوثينوريا؟ loss of ability of renal tubules to concentrate urine. برضه بسبب الريبيتد او الايه، او المايكرو فاسكولار اوكلوجن للبلاد سبلاي للايه، للرينال تبيولز او الرينال بابيلا. تمام، يدينا البابيلاري نيكروزس هيماتوريا، يدينا في الطفل الايرلي بريزنتيشن نوكتورنال انيوريسيس، وده سؤال مهم، هو الايزوثينوريا. ايزوثينوريا اللي هي لوس اوف ابيليتي اوف رينال تبيولز تو كونسنتريت يورين. طيب نرجع للبولينج. البولينج في الليفر يتقال عليه هيباتيك سيكوستريشن، البولينج في السبلين يتقال عليه سبلينيك سيكوستريشن، بولينج ان ذا بينس يتقال عليه الايه، البرايبيزم. يجي لك سؤال يقول لك البرايبيزم از كومن ويز في عين السيكل سيل الهومو زايجس سيكل سيل هيموجلوبين اس اس. تمام، ده يعني ايه، ده السؤال المهم بتاع الايه، بتاع البرايبيزم بالنسبه للباثوجينيسيس. يعني بولينج اوف ذا بلاد، البلاد فلو بالارتري داخل يجي يخرج بالفينس مقفول، اتقفل في الليفر هيباتيك سيكوستريشن، اتقفل في السبلين سبلينك سيكوستريشن، اتقفل في البينس بنقول عليه ايه الايه، البرايبيزم. طيب في السبلين والليفر يبقى العيان جاي لك ده اكيوت ابدومين زائد رابيد ديكلاين اوف هيموجلوبين. في الليفر والسبلين اكيوت ابدومين زائد رابيد ديكلاين اوف هيموجلوبين، يبقى البولينج انسايد ليفر اللي هو الهيباتيك سيكوستريشن اند سبلين اللي هو السبلينك سيكوستريشن يدينا رابيد ديكلاين اوف هيموجلوبين زائد اكيوت ابدومين. سيكل سيل ديزيز يجي لك هيموجلوبين رابيد ديكلاين ومعاه
اكيوت ابدومين، يبقى على طول نفكر في الايه، في البينفول، اسف، في البولينج. حاضر، هقول تاني. نفكر في البولينج انسايد ذا ليفر او سبلين، رايت هايبوكوندريال بين، يبقى ده الليفر، ليفت هايبوكوندريال بين يبقى ده السبلين، ويبقى معاه هيوجلي انلارجد ليفر ورابيدلي انلارجد، او رابيدلي انلارجد ليفر ورابيدلي انلارجد سبلين، ويبقى اكيوت ابدومينال بين. نرجع للرينال مانيفستيشن تاني، ثلاث كلمات مهمين. الايرلي في اليانج ايج، او في اليانج ايج او تشيلدرن، نوكتورنال انيوريزس، نوكتورنال انيوريزس. نمره اثنين، هيماتوريا بابيلاري نكروزس. تمام، افتكرنا الحته كمان اللي احنا قلناها في الاول، هيماتوريا بابيلاري نكروزس، وايه تاني؟ ورينال فين ثرومبوزس. ورينال فين ثرومبوزس، يبقى النوكتورنال انيوريزس نمرة اثنين الهيماتوريا، هيماتوريا بسبب بابيلاري نكروزس، نمرة اثنين رينال فين ثرومبوزس، نمرة ثلاثة لوس اوف ابيليتي اوف ذا رينال تبيولز تو كونسنتريت يورين، اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الايزوسينوريا. طيب معلش نرجع كذا صفحة كده ورا، نعدينا الصفحة دي. احنا قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاع عيان السيكل سيل ديزيز انيميا زائد كرايسيس. الانيميا دي عباره عن ايه؟ نمره واحد جنرال انيميك مانيفستيشن، نمره اثنين خد بالك احنا بنتكلم في هيموليتيك انيميا، يبقى جنرال مانيفستيشن اوف كرونيك هيموليتيك انيميا اللي هي ده، خد بالك ده ايه؟ ده اكسترا فاسكولار. احنا قلنا ايرلي يبقى فيه سبلينوميجالي ليت، هنا سبيسيفيك كلينيكال مانيفستيشن عشان الاوتو سبلينوميجالي. ما انساش ان الكرونيك هيموليتيك انيميا بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها بيجمنتد مالتيبل جول بلادر ستونز، فالعيان ممكن يجي لك بابدومينال بين، رايت هايبوكوندريال بين، بيرديت له الايه؟ للرايت شولدر، او الكومبليكيشن بتاعت الايه؟ بتاعت الجول بلادر، جول بلادر ستونز. ما انساش ان العيان ده هيموليتيك انيميا اكسترا فاسكولار، واحنا قلنا ان كل عيانين الهيريديتري هيموليتيك انيميا اكسترا فاسكولار، يعني في السبلين ما عدا الجي 6 بي دي انزيم ده ايه؟ ده انترا اكيوت اتاك. وقلنا وقتها ان الاذر انزيم ديفكت للبايروفيت كايناز زيه زي الايه؟ الهيريديتري هيموليتيك انيميا، الهيموليسيس بيبقى ايه؟ اكسترا فاسكولار في السبلين، مش عشان هو انزيم ديفكت يبقى انترا فاسكولار، لا، البايروفيت كايناز اللي هو يعني uncommon او rare in comparison لل G6PD، بس ده extra vascular hemolysis، انما ال G6PD intra vascular hemolysis. وقلنا collectively ان انا عينين hereditary لازم اقول فيهم الايه؟ picture في extra vascular hemolysis من splenomegaly، بس هنا splenomegaly early late بيحصل auto splenectomy وsmall size spleen. ما انساش اهم حاجه في الكرونيك هيموليتيك انيميا مالتيبل بيجمنتد جول بلادر ستونز، مالتيبل بيجمنتد جول بلادر ستونز. طيب احنا اتكلمنا عن السيكل سيل، وفي عنوان كده انا سبته للاخر، تمام، من اهميته، في ناس بتحطه بتعتبره ضمن البينفول كرايسيس، وفي ناس بتعتبره ضمن الايه؟ ضمن الفيسترال كرايسيس. اسمه الله اكيوت سيكل شست سندروم، محدش هيدخل لجنة الشفوي، محدش اي حد يفكر يجيب سؤال ام سي كيو او تكتب اجابه سؤال اسي عن السيكل سيل، لازم تكتب الاكيوت شست سيندروم. حطيتها تحت البينفل كرايسيس مفيش مشكله، حطيتها تحت الفيسرال كرايسيس مفيش مشكله، المهم ما تنساهاش، لان ده الموست كومن كوز اوف ديث في العيان الايه؟ السيكل سيل ديزيز، موست كومن
cause of death في العيان السيكل سيل ديزيز acute chest syndrome. تمام. طيب الاكيوت chest syndrome ليه كذا ايه كذا كذا pathogenic theory وكلهم صح. نمره واحد ان هو جزء من البينفول كرايسيس، بس تزود عليها احنا قلنا ان البينفول كرايسيس بتحصل مايكرو نيكروزس او نيكروزس في السمول بلاد فيسلز انسايد ذا بون. خد بالك ان البون عباره عن ايه؟ فات. فات. فلما يحصل نيكروزس اوف ذا بون في السمول بلاد فيسل بيحصل ديسوليوشن اوف فات من البون للسيركوليشن، تروح على البالمونري فاسكوليتشر تديك بالمونري فات مايكرو امبوليزم. ودي اول ثيوري او اول ايه؟ اول تفسير للاكيوت شيست سندروم. يبقى بالمونري فات مايكرو امبوليزم، عشان كده في ناس بتحطها تحت البينفول كرايسيس، في ناس بتحطها تحت الفيسرال كرايسيس، على انه افكشن موستلي بيبقى انفولف الايه؟ انفولف البارينكمال لانج افكشن. بارينكمال لانج ايه؟ لانج افكشن. يبقى الاكيوت شيست سندروم بيحصل بالمونري من الثيوريز او الباثوجينيك بروسيس pulmonary fat microembolism. نمرة اثنين الانفكشن، chest infection. chest infection per se نمرة واحد risk factor. نمرة اثنين ال chest infection يعمل لي هايبوكسيا، يبقى عندي اثنين risk factor الانفكشن والايه؟ والهايبوكسيا. infection والهايبوكسيا. نمرة ثلاثة ال fever بسبب الانفكشن، يبقى ثلاثة risk factor fever مع الانفكشن مع الهايبوكسيا، لان الانفكشن بيبقى موستلي انسايد اللي هو النيمونيا او البرونكو نيمونيا سواء تيبيكال او اتيبيكال فايرال او بكتيريال، هتدخل لي العيان في الاكيوت تشست سندروم. وده سؤال بيجي موست كومن كوز اوف ذس. البرزنتيشن نمره واحد فيفر، نمره اثنين ديزنيا، نمره ثلاثه مانيفستيشن اوف هايبوكسيا، نمره اربعه تشست بين بدل كلينيك فاكتشر فيفر ديزنيا هايبوكسيا او المانيفاكتشر اوف هايبوكسيا، نمره ثلاثه او اربعه تشست بين. الانفستيجيشن موست امبورتنت تشست اكس راي يبان لك فيها ايه؟ بالمونري انفكشن. ده اهم كلام يتقال في الايه؟ في الاكيوت تشست سندروم. انفكشن الباثوجينيسيس اللي هو فات مايكرو امبوليزم او انفكشن مع هايبوكسيا مع فيفر، كل ده يدخلي بريسبتيت في اكيوت تشست سندروم. تمام. العيان يجي لك بفيفر ديزنيا هايبوكسيا تشست بين، تعمل العيان تشست اكس راي تلاقي فيه بالمونري انفلتريت. العيان ده لو ما اتحطش على اكسجين ممكن يموت. العيان ده لو ما اتحطش على اكسجين ممكن يموت. نمره واحد بص دايما تلاقي الكتب مجمع لك التريتمنت بتاع الايه؟ بتاع السكند سيل. تمام. وحط عنوانين مهمين جدا لوحدهم الاكيوت شيست سيندروم والبرايابيزم. ان الاكيوت شيست سيندروم لايف ثريتنينج والبرايابيزم بيأثر على اللايف ستايل بتاع الايه؟ بتاع البيشنت. عشان كده لما تيجي تكتب اللاين اوف تريتمنت ممكن تكتب اللاين اوف تريتمنت للسكند سيل ككل، او ممكن تكتبها واحد واحد لكل ايه؟ لكل عرض. بس ما تنساش تكتب الاكيوت شيست سيندروم تريتمنت لوحده انتيتي لوحده والبرايابيزم انت لوحده زي ما هنقوله ايه؟ زي ما هنقوله دلوقتي. طيب الجست سندروم نمره واحد فلويتر، لازم تدي العيان اتليست 3 لترز نورمال سلاين، 3 لترز فلويد نورمال سلاين نمره واحد. نمره اثنين انالجيزيا، اي نوع من الانجيزيا، ابدا بالباراسيتامول، اعلى للنانسترويدال، بعد كده اعلى للاوبييت، ممكن تدخل على الترامادول او تدخل على الباسيدين، تدخل على المورفين. ما عندناش ايه؟ ما فيش حد للانالجيزيا. ليه؟ لان العيان ده بالفعل بيبقى ان اجونايزنج سيفير بين. يبقى فلويد ثيرابي نمره واحد، نمره اثنين انالجيزيا، نمره ثلاثه انتي بايوتكس فيري امبورتنت سبيشالي ثيرد جنريشن كيفيروسبورين. اشمعنى؟ ان ثيرد جنريشن كيفيروسبورين بتغطي الكرام نيجاتيف اند هاز انتي سودومونال اكتيفيتي، بتغطي الكرام نيجاتيف وليها كمان ايه؟ انتي سودومونال، ليها انتي سودومونال اكتيفيتي. يبقى الانالجيزيا، الفلويد ثيرابي،
الهاي فلو اوكسجين موستلي البيشنت بقى هايبوكسيك، تمام. الانتي بايوتيك، طيب نمره اربعه في حاجه اسمها ايه، بلاد ترانسفيوجن. البلاد ترانسفيوجن او الاكستشينج ترانسفيوجن. انا بدي بلاد ترانسفيوجن لو العيان انيميك، تمام، او في انديكيشن تاني في العيانين دول، تمام، لو الهيموجلوبين اس اعلى من 30% زائد فريكوينت كرايسيس، البينفول كرايسيس او تشيست سندروم، بحط العيان على كرونيك بلاد ترانسفيوجن. طيب الكرونيك بلاد ترانسفيوجن ما نفعش العيان في ديكريزنج الكرايسيس، يبقى ادخل على الاكس تشينج ترانسفيوجن. اكس تشينج ترانسفيوجن انا اخلي العيان يتبرع بالدم وانا ادي له كيس دم، اكن بالظبط بعمل ايه، بعمل بلازما اكس تشينج، بس العيان يروح يتبرع بالدم وانا ادي له ايه، ادي له كيس دم. لان الام بتاعي ان انا اقلل الهيموجلوبين اس اقل من 30% بخليه يتبرع بالهيموجلوبين او ينزل 500 سم دم مثلا هيموجلوبين اس، كلهم هيموجلوبين اس، تمام، وانا ادي له بقى الايه الهيموجلوبين بتاعي ليه، او الهيموجلوبين النورمال، الهيموجلوبين ليه، لان الايم بتاعي ان انا اقلل الهيموجلوبين اس اقل من 30%، ليه، لان كل ما الهيموجلوبين اس ليفل يقرب من 30% كل ما الفريكونسي اوف بينفول كرايسيس تشيست سندروم الفيسرال كرايسيس يقل، تمام، يبقى ده الاكسشينج ترانسفيوجن. يبقى البلاد ترانسفيوجن لو العيان انيميك ما عنديش مشكله، ده سوليد انديكيشن ما فيهوش كلام. انما امتى احط العيان على كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي؟ ان العيان لازم ولابد يجي لي كل اسبوع او كل اسبوعين ياخد 1 تو 2 يونتس، ده سكيدول نوت ريليتد للهيموجلوبين ليفل بات ريليتد للهيموجلوبين اس ليفل اند فريكوانسي اوف كرايسيس. لو العيان بيدخل في فريكوينت كرايسيس ده اكيد هتلاقي معاه الهيموجلوبين اس اكتر من 30%، ده بيتحط على كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي، بيتفكسد على ايه، على البلاد ترانسفيوجن. عشان كده ناخد بالنا من الايرن اوفرلود، ان العيان ده هياخد له على الاقل 2 او 3 ممكن ماكسيمم 4 في الايه، 4 يونتس في الايه، في الشهر، تمام. ليه؟ هيموجلوبين اس ليفل، هيموجلوبين اس ليفل، هيموجلوبين اس. طيب لا العيان ما استجابش، يعني العيان بياخد الكرونيك بلاد ترانسفيوجن ستيل الهيموجلوبين اس ليفل عالي، وستيل العيان بيدخل في البينفل كرايسيس، واخد بالي ان البينفل كرايسيس بتاعته دي لايف ثريتنينج زي عيان الايه الاكيوت تشيست سندروم، يبقى العيان ده بيدخل على الخطوه الثانيه اللي هي اكس تشينج ترانسفيوجن. طيب في ناس بتعتبر ان الانديكيشن ان الكرونيك بلاد ترانسفيوجن يساوي الاكستشينج ترانسفيوجن، يعني اعمل دي او اعمل دي، بس هو ده الايه الترتيب اللي انا قلته، ده اللي هو ايه، ده اللي بيتعمل كرونيك بلاد ترانسفيوجن، لو فيش ريسبونس بنعمل اكستشينج ترانسفيوجن، تمام. بس في ناس وبالفعل في كتب كاتبه كده، كاتبه ان كرونيك بلاد ترانسفيوجن اور اكستشينج ترانسفيوجن. يعني احنا قلنا شويه من شويه في البرين في السكيميك ستروك، قلنا ان العيان الترانسكرينيال دوبلر الفيلوسيتي اقل من 200 بنحطه على كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي او اكس تشينج ترانسفيوجن ايه ثيرابي، او العيان ده صح وده صح، او لو العيان حطيناه على كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي ما تحسنش، يبقى على طول ادخل للخطوه الاكس تشينج ترانسفيوجن ثيرابي. يعني في ناس بتبدا بالكرونيك ترانسفيوجن وتاجل الاكس تشينج ترانسفيوجن، وفي ناس بتحط الاثنين في نفس الكفه، ده اور ده، والاثنين ايه، والاثنين صح. طيب تعالوا ندخل على الانفستيجيشن. يا الله احنا بدأنا بالسكن لانه موضوع مهم جدا وفيه كلام كتير، وفي عيانين وفي ناس منهم كرونيك وبتدخل الامتحان، وفي عيان بيدخل في البينفول كرايسيس وكان الكلام كتير عليه في الاسم، كرونيك بلاد ترانسفيوجن ولا اكستنشن ترانسفيوجن، تمام، الهيموجلوبين اس بتاعه 80%، ودايما يتحجز بالايه بالتشست مانيفستيشن، والعيان محطوط على سكيديول للكرونيك
بلاد ترانسفير. طيب تعالوا نقول الانفستيجيشنز بتاعتنا، احنا حطينا سكيما الانفستيجيشن بيزك، تو دايجنوز، تو ديتكت الكومبليكيشن. تعالى اقول لك ان الكومبليكيشن هنا الايرن اوفرلود، دي اهم ايه؟ اهم كومبليكيشن. ده نمره واحد. نمره اثنين الحاجه بتاعت الستروك اللي احنا قلناها من شويه، اللي هو ترانسكرينيال، ترانسكرينيال دوبلر. طيب تعالى نقول البيزك السي بي سي البلاد فيلم الاي اس ار، تمام، والسي ار بي والاي اس ار للانفلاماتوري ماركر. طيب نجمع بقى السي بي سي، هنلاقي العيان هنلاقي نورموسيتك نورموكروميك انيميا او الريد بلاد سيل، وقت بتاخد الشيب بيبقى شكلها صغير سنه، فممكن تبقى نورموسيتك او مايلدلي مايكروسيتك انيميا. طيب نمره واحد. نمره اثنين احنا قلنا بنلاقي عنده نيوتروفيليا، نيوتروفيليا with infection او without infection، تمام. نمره ثلاثه البليتلت، البليتلت بيبقى العيان بيبقى عنده اما نورمال بليتلت كاونت او في ثرومبوسايتوزس، حاجتين، ثرومبوسايتوزس بسبب الاوتوسبرينكتومي، بالظبط اكني عملت العيان ده سبرينكتومي. عيانين الاي تي بي اللي بنعمله لما بنعمل سبرينكتومي بيحصل رابيد رايز في البليتلت كاونت، عيانين الاوتوبينيموليتيك انيميا لما بنعمل سبرينكتومي بيحصل ثرومبوسايتوزس، بنقول عليها سكندري او رياكتيف ثرومبوسايتوزس. طيب يبقى نيوتروفيليا انيميا نورموسيتك نورموكروميك اور سلايتلي مايكروسيتك هايبوكروميك والبليتلت كاونت بيبقى عالي، النيوتروفيليا اون انفكشن او ايه؟ او ويزاوت انفكشن. طيب البلاد فيلم، بلاد فيلم هنلاقي فيها السيكل سيل، وتلاقي فيها ايه تاني؟ ممكن بص التارجت سيل اه سبيسيفيك للثلاسيميا الفا او البيتا ثلاسيميا، بس هقول لك ان دايما في السيفير انيميا البون مارو بيريليز اي حاجه، فممكن التارجت سيل تلاقيها في الاير سيفير ايرن ديفيشنسي انيميا، وممكن التارجت سيل تلاقيها في السيفير سيكل سيل ديزيز، بس دي ما تقولهاش نمره اثنين. نقول نمره واحد سيكل سيل ديزيز، نمره اثنين في حاجه اسمها هويل جولي بوديز، دي بتيجي في العيانين اللي عندهم هايبوسبرينيزم او سبرينيزم، دي مهمه جدا. امتى تشوف الهويل جولي بودز؟ اسمها كده هويل جولي بودز، شوفهم امتى؟ في اي عيان عنده هايبوسبرينيزم او سبرينكتومي، عيان شايل السبلين او عنده ايه؟ او عنده هايبوسبرينيزم زي عيان الايه؟ السيكل سيل ديزيز اللي بيحصل فيه اوتو سبرينكتومي، اللي بيحصل فيه اوتو سبرينكتومي. يبقى البيزك سي بي سي البلاد فيلم اهم حاجتين نقولهم في الاول السيكل سيل والهايل جولي بودز، نمره ثلاثه قولها في الاخر في السيفير انيميا او سيفير فورم اوف سيكل سيل بنقول التارجت، التارجت سيل، التارجت سيل. طيب تو دايجنوز العينين الثلاسيميا الالكتروفريسز، هيموجرام الكتروفريسز او الايه؟ اللي هو المور سنسيتيف عن الهيموجلوبين الكتروفريسز اللي هو الايه؟ الاتش بي ال سي، تمام؟ ال اتش بي ال سي ده مور سنسيتيف عن الايه؟ عن الهيموجلوبين الكتروفريس. يعني كان في عيان محجوز في واحد بطن، تمام، عيان جايب مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا الايرن ستادي، الايرن ستادي، الايرن ستادي نورمال. طيب الهيموجلوبين الكتروفريسز نورمال، الهيموجلوبين الكتروفريسز ايه؟ نورمال. طيب نعمل ايه؟ العيان ده مايكروستاتيك هايبوكروميك انيميا، الايرن ستادي نورمال، الهيموجلوبين الكتروفريسز نورمال،
يعني ما عندوش ثلاسيميا، ما عندوش ايرون ديفيشنسي انيميا، تمام؟ هو كان الهيموجلوبين بتاعه 9 مايلد، ايه مايلدري انيميا، ومع ذلك مايكروسيتيك، تمام؟ ما عندوش اي كرونيك إلنس، ما عندوش اكسبوجر للليد، ما فيش ليد توكسيستي. البون مارو يعني نون سبيسيفيك ريزلت، ما فيش يعني ايه، ما فيش حاجه تقول ان هو مايلد ديسبليزيا او السيدروبلاستيك انيميا. طيب اتعمل له ال اتش بي ال سي. ايه هو ال اتش بي؟ ال اتش بي ال سي ده اختصار ايه؟ اتش بي ال سي اللي هو هاي بيرفورمانس هاي بيرفورمانس ليكويد، ال ال دي ليكويد كروموتوغرافي. اتش بي ال سي، يجي لك سؤال اتش بي ال سي از مور سبيسيفيك او مور سنسيتيف، سنسيتيف اند سبيسيفيك عن الايه؟ عن الـ عن الهيموجلوبين اكتوفيت. عشان كده احنا دلوقتي بنريح نفسنا، وانس شكينا في عيان ان هو ثلاسيميا، طلع العيان الفا ثلاسيميا، عشان ما ننساش طلع العيان الفا ثلاسيميا بالاتش بي ال سي. طبعا الشور دايجنوستيك تيست في العيانين الهيموليتيك انيميا اللي هو الايه، كروموزوم ستادي او جين ستادي، كرونيك هيموليتيك انيميا الهيريديتري، لازم هقول اتش بي ال سي، اقول الاوزموتيك فراجيليتي، اقول اليوزين ميل امايد، بس في الاخر لازم اقول فيهم كلهم الجين او الدي ان ايه ستادي، لازم اقول الايه، دي ان ايه ستادي. طيب انما في العيانين الثلاسيميا سواء كان السيكل سيل ديزيز او الالفا ثلاسيميا او البيتا ثلاسيميا، بص عيان البيتا ثلاسيميا بيبان بالايه، بالهيموجلوبين اكتوفيز، انما المشكله في عين الفا ثلاسيميا. عشان كده وانس انت سسبكت الثلاسيميا او الهيموجلوبين اب نورماليتي، بيبان معاك الايه، بنطلب على طول الايه، الاتش بي ال سي. عيني حاضر. نقول تاني، احنا ايه، احنا كنا بنتكلم عن الايه، الدايجنوزس سي بي سي بلاد فيلم، تمام؟ الاي اس ار بيعلى مع اي انيميا، السي سي ار بي يعلى مع الانفكشن، معلش انا اسف كررت الاي اس ار، انا اقصد الريتكس. الريتكس طبعا قلنا بتعلى الا في حاله الابليزيا والميجالو بلاستيك، ايه ميجالو بلاستيك كرايسيس، الميجالو بلاستيك كرايسيس بيبقى فيه ريتيكيولو سايتوبينيا والهيموجلوبين يقل. الهيموليتيك كرايسيس الريتكس بتعلى والهيموجلوبين ايه، الهيموجلوبين يقل. طب تو دايجنوز، احنا حطينا بيز المره اللي فاتت واحنا بنشرح الهيريديتري هيموليتيك انيميا، ان تو دايجنوز اي عيان هيريديتري هيموليتيك انيميا لازم اقول دي ان ايه ستادي، تمام؟ الفا ثلاسيم، بيتا ثلاسيم، سيكل سيل، هيريديتري سفيروسايتوزس، الليبروسايتوزس، اوفالوسايتوز، الانزيم ديفكت، كلها انهيرتد، يبقى لازم اقول دي ان ايه ستادي. طيب كنت بقول ان في عيان كان جه في واحد بطنه جاي بايه، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، كانت الانيميا مايلد 8 ونص 9 يعني ايه، بيلف حوالين التسعه، تمام؟ العيان اتعمل له ايرون ستادي طلعت نورمال. العيان اتعمل له الهيموجلوبين الكتروفريسز اللي احنا بنشخص بيه الثلاسيميا، الفا ثلاسيميا، بيتا ثلاسيميا، سيكل سيل ديزيز، طلع نورمال. العيان ما عندوش هيستوري اوف اكسبوجر تو ليد، ما فيش ليد توكسيستي. العيان اتعمل له بون مارو وطلع نون سبيسيفيك، ما كانش فيه اي سبيسيفيك فايندينج، تمام؟ والمهم في البون مارو ان انا عملت اكسكلوجن للسيدروبلاستيك انيميا، ما فيش سيدروبلاست في البون مارو. طيب العيان ده اتعمل له ايه بقى؟ اللي هو الاتش بي ال سي. اتش بي ال سي ده زي الهيموجلوبين اكتروفريسز بات مور سنسيتيف اند سبيسيفيك. طلع ايه؟ طلع الفا ثلاسيميا، طلعت الفا ثلاسيميا، الفا ثلاسيميا تريت او ماينور. دي حالة لما نيجي نشرح على الفا ثلاسيميا تريت او ماينور بتبقى اسيمتوماتيك انيميا، تمام؟ مايلد انيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك، والعيان اسيمتوماتيك اكسيدنتالي ديسكفرد، بيبقى العيان عنده اثنين ايه؟ اثنين جين ديفكت، تبقى العيان بقى العيان يكتشف اكسيدنتالي. فاكرين في اول او تاني محاضره قلناها، قلنا عنوان اسمه مايكروسايتوزس وزاوت انيميا، دي حته مهمه جدا،
وافكركم لو رجعتوا للتسجيل قلت لكم ان الدكتور عصام بيحب يسال في الحته دي، مايكروسايتوزس وزاوت انيميا قلنا ليها ثلاث اسباب مهمين، نمره واحد ايرلي ايرن افشنسي، نمره اثنين ثلاسيميا سبيشالي الفا ثلاسيميا، نمره ثلاثه في كرونيك النس. الالفا ثلاسيميا لما نيجي نشرحها اقول لك في الفا ثلاسيميا ماينور والفا ثلاسيميا سايلنت كارير. سايلنت كارير ده بيبقى موستلي مايكروزايتوزس وزود انيميا، انما الالفا ثلاسيميا ماينور بتبقى مايلد انيميا اسيمتوماتيك اكسيدنتالي ديسكفرد. تمام، ده بيبقى زي ما قلت لك ممكن الهيموجلوبين الكتروفيسز يبقى نورمال، يبقى ندخل على المور سنسيتيف اند سبيسيفيك اللي هو الاتش بي ال سي اللي هو الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. الشغل بتاعه او البيزي الفكره بتاعت التيست زي الهيموجلوبين الكتروفيسز بس شويه ايه حساس للايه للمايلد فورمز اوف انيميا او الايه او التريت فورم زي ايه زي ما لقينا العيان الفا ثلاسيميا تريت هاي. ده بيتسال فيه بيتسال فيه كتير هاي بيرفورمانس يعني ايه اتش، هتقول له الاتش بي ال سي، هيقول لك يعني ايه اتش بي ال سي؟ هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. لا مش كده بس، ده ما بيقوليش بس الفا ثلاسيميا ولا بيتا ثلاسيميا والسيكل سيل ثلاسيميا، لا ده يقول لي ده هيموجلوبين اس اس هوموزايجوس، ولا هيموجلوبين يقول لي ده هيموجلوبين اس سي تمام اللي هو الاذر اذر ابنورمال هيموجلوبين، ولا يقول لي ده هيموجلوبين اس ومعاك كمان هيموجلوبين اف فاقول ان هو بيتا ثلاسيميا. احنا قلنا في الاول ان الهيموجلوبين اس اما هوموزايجوس لو الهيموجلوبين اس اس او الهيتيروزايجوس، هيتيروزايجوس لو الهيموجلوبين اس سي يعني ابنورمال هيموجلوبين عمل هيموجلوبين اس ابنورمال هيموجلوبين او في مشاكل في البيتا تشين سيرتن امينو اسيد هنقولها بس يعني ممكن نقولها النهارده او المره الجايه على الايه عملت لي الايه الهيموجلوبين سي، هيموجلوبين سي لما يبقوا الاثنين مع بعض تو ابنورمالتي يديني هيموجلوبين اس سي. ده يبان برضه في الهاي بيرفورمانس كروماتوجرافي، ما يبانش في الـ في الـ في الايه في الهيموجلوبين. عشان كده يفضل نعمل للعيانين الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي اللي هو الاتش بي ال سي، اتش بي ال سي مش يقول لي احنا نكتب كده في الامتحان يقول لي الهيموجلوبين اس بس، لا ده يقول لي في اسوشيتد اب نورمال هيموجلوبين تاني ولا لا، هيموجلوبين اس سي هيموجلوبين اس ومعاه ثلاسيميا معاه هيموجلوبين اف ولا لا اللي هو الهيتيروزايجوس والايه والهوموزايجوس، وما انساش تو دايجنوز الجين ستادي او الدي ان ايه دي ان ايه ستادي. يجي لك سؤال يقول لك ايه الشور تيست سيتوجيناتيك على طول، اول ما تلاقي شور تيست او البيتر دايجنوستيك تيست اللي هو الايه او الايه الموست سنسيتيف اند سبيسيفيك اللي هو الايه دي ان ايه، خلاص ده على مستوى المولكيولر ليفل يبقى انت كده جبت من الايه جبت من الاخر خالص. تمام طيب تعالوا نقول التريتمنت، احنا طولنا في السيكل سيل بس هي مهمه جدا مهمه جدا. طيب تعالوا نقول التريتمنت بتاع الايه وكل كل الكلام بيتسال فيه صراحه. وانس دخلت على حاله هيموليتيك انيميا سواء كانت العيانين اللي هم كتير عندنا البيتا ثلاسيميا سواء ميجر او انترميديت هيلف بيك في كل حته، هيلف بيك في الهيريديتري هيموليتيك انيميا كلها، بيحبوا الكرايسيس بتاعت السيكل سيل زي يعني والاسئله فيها بالفعل ما بتخلص لان مشاكلها لايف ثريتنينج، مشاكلها ايه لايف ثريت. طيب تعالوا نقول التريتمنت، نقول العناوين الايه العناوين الكبيره. العيان جاي لك دلوقتي بالكرايسيس تمام، لازم نمره واحد تريت ريسك فاكتور او البروفيلاكتيك ان انا افويد ريسك فاكتور، ان العيان على قد ما يقدر يافويد الانفكشن، على قد ما يقدر يافويد الديهايدريشن، يفولو اب الكيدني فانكشن عشان يافويد الايه الاسيدوزس، وقت البريجننسي لازم ستريكت فولو اب، وقت السيرجري لازم يبقى في جود بريبريشن. نمره اثنين فوليك اسيد، يبقى نمره واحد افويد او تريتمنت ريسك فاكتور، نمره اثنين الفوليك اسيد، نمره ثلاثه الفاكسين. فاكسين نيموكوكل هيموفلس انفلونزا او المننجوكوكل ونحط معاهم الانفلونزا فاكسين. في يوم للسبلين ابنورماليتي من السبلين هنقول فيها الايه الفاكسينز دي ان ديتيل، هنقول فيها الفاكسينز ان ديتيل. يبقى فوليك الريسك فاكتور فوليك اسيد فاكسين
الانكابسوليت اورجانيزم للنيموكوكال فاكسين، الهيموفيلس انفلونزا فاكسين، المنينجوكوكال فاكسين، وبنحط عليهم الايه الانفلونزا فاكسين عشان خاطر الايه التشست انفكشن. تشست انفكشن الفايرال انفكشن بالايه بيبقى بريسيدد او هو بيبقى بري مايند للايه للبكتيريا الانفكشن، خاصه في العيانين الامينو كومبرومايز زي الهايبوسبورينيزم. طيب جنرال لاينز اوف تريتمنت في الكرايسيس، كرايسيس اي كرايسيس، نمره واحد لازم يبقى في ريست، نمره اثنين زي ما قلنا في التشست سندروم ريهايدريشن 3 لتر نورمال سلاين ات ليست بير داي، نمره ثلاثه انتي بايوتيك قلنا ثيرد جنريشن انها بتكفر الجرام نيجاتيف وليها انتي سودومون اكتيفيتي، نمره اربعه انالجيزك قلنا ما عندناش ليميت في الانالجيزيا بالباراسيتامول النانسترويدال للاوبييت تمام. بعد كده قلنا البلاد ترانسفيوجن او الكرونيك بلاد ترانسفيوجن، وقلنا الاكستشينج اكستشينج ترانسفيوجن، وقلنا ان الايم بتاعنا ان العيان يبقى ايه الهيموجلوبين اس اقل من 30%. طيب هنزود حته على التريتمنت، احنا قلنا في التريتمنت العيان اللي بيجي بستروك بيبقى بالظبط زيه زي الانتي سكيميك، الانتي سكيميك ميجر زي عيان ستروك الكونفنشنال، بنزود عليها حاجات سبيسيفيك في الايه للسيكل سيل. من الحاجه المهمه اللي هنزودها في العيان السيكل سيل اللي جاي بنيورولوجيك دامج او جاي لستروك تمام، ان احنا هنقول كونتينيو، دي كلمه مهمه جدا كونتينيو كرونيك بلاد ترانسفيوجن داش اكستشينج ترانسفيوجن ده او ده فور ليست 2 years. يبقى دي كلمه مهمه جدا في التريتمنت بتاع العيان السيكل سيل اللي جاي بستروك، كونتينيو كرونيك بلاد ترانسفيوجن فور اكستشينج ترانسفيوجن فور ات ليست 2 years. طيب هل ده سبيسيفيك بس لعيان سي ان اس دامج او الستروك؟ لا، ده بيتحط كمان على العيانين الايه اللي دخلوا في اكشوال فيسرال كرايسيس او ريبيتد بينفول كرايسيس. يعني عيان دخل لي في برايبيزم، احنا هنقول اللاينز اوف تريتمنت بتاعت البرايبيزم دلوقتي بعد السيرجري بيتحط برضو على الايه على الـ الاكستشينج او الكرونيك بلاد ترانسفيوجن فور ات ليست 2 years اللي هي البينفول او الفيسرال كرايسيس، سيكوستريشن كرايسيس كلها سواء كان سبلينك سيكوستريشن او هيباتيك سيكوستريشن او نيورولوجيك دامج او بينفول كرايسيس وتشست سندروم ريبيتد، يبقى لازم العيان يتحط على كونتينيو كرونيك بلاد ترانسفيوجن او اكستشينج ترانسفيوجن فور ات ليست 2 years. نسيت ما اقولها في الفيسرال سيكوستريشن، نسيت ما اقولها في الريبيت بينفول كرايسيس، ما انساش اقولها في السي ان اس، ما انساش اقولها في الستروك، كلمه مهمه جدا زي ما قلنا ترانس. يبقى كده في عبارتين مهمين في الستروك، في الانفستيجيشن ترانسكرينيال دوبلر والفيلوسيتي اوف بلاد، وفي التريتمنت بس دي هناك بروفيلاكتيك تمام. احط العيان على الكرونيك بلاد ترانسفيوجن ثيرابي، هنا لو العيان دخل في ستروك يبقى لازم اكمل الكرونيك بلاد ترانسفيوجن ثيرابي او اكمل الاكستشينج ترانسفيوجن فور ات ليست 2 years. طيب ندخل بقى على الايه على السيرجري والانستيزيا، ده كلام مهم. طيب نمره واحد الموست امبورتنت جود هايدريشن، لان العيان لو نام وهو مش ويل هايدريتد تمام، او ما خدش وما قلتش للراجل بتاع التخدير ان العيان انترا اوبرتيف بيبقى فيه كونتينوس اي في فلويد انفيوجن، العيان ممكن يدخل في ايه في كرايسيس بوست اوبرتيف. يبقى نمره واحد واثنين وثلاثه في العيان الانستيزيا اند سيرجري، انستيزيا اند سيرجري هايدريشن نمره اثنين، اخد بالي ان العيان بيتنيم وبيتحط على اكسجين، يبقى اقول للراجل بتاع التخدير اوعى تدخل عيان
avoid hypoxia. avoid hypoxia. أول عيان ضغطه ينزل ويدخل مننا في إيه؟ and acidosis. كل ده بيزود الليفل في الإيه بتاع الـ أو بيزود الريسك أوف كرايسيس. نمرة ثلاثة، يبقى أهم حاجة الهايدريشن. نمرة ثلاثة blood transfusion. الإيم خد بالك إن الإيم يبقى الهيموجلوبين أكتر من 8 جرام. تمام؟ لا، في ناس بتقول لك up to 10 جرام. يبقى أنا أدخل العيان وكل الهيموجلوبين بتاعه نير 10 يقل الإيه؟ يقل الكرايسيس. طيب، في ناس في الميجور سيرجيكال انترفنشن لا تكتفي بس بان الهيموجلوبين ليفل يبقى اراوند 10، لا، اعمل لي اكستشينج ترانسفيوجن، بس ده في الميجور سيرجري اكستشينج ترانسفيوجن عشان اقلل الهيموجلوبين نير هيموجلوبين اس نير 30%. يبقى دي لاينز اوف تريتمنت، بس اخر خطوه الاكستشينج ترانسفيوجن في الميجور سيرجيكال ايه انترفنشن. غير ان انا بحط العيان على ويل هايدريشن، غير ان انا بحط العيان ان انا بافويد الهايبوكسيا والاسيدوزس، بدي العيان بلاد ترانسفيوجن، اوصل العيان الهيموجلوبين لحد 8 الافضل يبقى ال 10 جرام. طيب في الميجور سيرجري لازم عيان، او في ناس بتعمل للعيان اكس تشينج ترانسفيوجن عشان الهيموجلوبين اس يبقى اقل من كام؟ اقل من 30%. بعد كده يبقى احنا قلنا التريتمنت جنرال لاينز ريسك فاكتور فوليك اسيد فاكسين الكرايسيس ريست هايدريشن انتيبيوتيك انالجيزيا بلود ترانسفيوجن او اكستشينج ترانسفيوجن especially في عين ستروك بنكمل 2 years. قلنا الانستيزيا والسيرجري. الحاجه الثانيه المهمه البريجننسي. البريجننسي نفس الكلام، الهيموجلوبين بلاد ترانسفيوجن يبقى اكتر من 8 جرام up to الايم 10 جرام. تمام، نمره واحد. نمره اثنين، طيب يفضل يبقى الهيموجلوبين اس اقل من 30% قبل الدليفري. طب ما عرفتش، يبقى مينتين الهيموجلوبين ات 10 بيفور دليفري. تمام، يبقى كل ما يقرب في البريجننسي، تمام، البلود ترانسفيوجن فيري امبورتنت. يبقى البريجننسي الفيميل سيكل سيل بيشنت بتحط على كرونيك بلود ترانسفيوجن ثيرابي عشان الهيموجلوبين يوصل 10. طيب يفضل قبل الدليفري ان الهيموجلوبين اس يبقى اقل من 30%. طيب لو ما قدرتش يبقى مينتين الهيموجلوبين ليفل ات 10 جرام بيرسنت 10 جرام بيرسنت. طيب الاكستشينج ترانسفيوجن في البريجننسي نوت ا ماست. اكستشينج ترانسفيوجن نوت ا ماست، يعني ما حدش بيعمل لفيميل لبريجننت فيميل سكند سيل اكستشينج ترانسفيوجن، بس بنكتفي بالبلود ترانسفيوجن الكرونيك بلود ترانسفيوجن ان الهيموجلوبين يبقى ايه؟ ات ايه؟ 10 10 جرام ات 10 10 جرام. طيب بعد كده البرايفيزمي. البرايفيزمي البرايفيزمي دي من البولينج، بولينج في الليفر، بولينج في السبلين، بولينج في الايه؟ في البينس، يعمل لي البرايفيزمي. الجنرال لاين اوف تريتمنت ريست هايدريشن بلاد ترانسفيوجن انالجيزيا زائد سيرجيكال انترفنشن. لازم يبقى معايا حد من اليورولوجي، حد من بتوع الايه، حد من بتوع المسالك، لازم يبقى في يورولوجيكال انترفنشن، لازم يبقى في يورولوجيكال ايه انترفنشن. طيب لو اليورولوجيكال انترفنشن مش موجود بيبقى في لوكال انجكشن. دي خطوات، يبقى هايدريشن باك ذا ريد بلود سيل،
انالجيزيا يورولوجيك انترفنشن. لو ما فيش يورولوجيك انترفنشن بنعمل يبقى في لوكال انجكشن اوف ايه اوف يعني ايه دايلوتد ابينفرين في الكوربورا كافرنوزا. يبقى دايلوتد ابينفرين انجكشن في الكوربورا كافرنوزا. طيب المينتنس، المينتنس في البرايفيزم حاجتين، الالفا بلوكر زي البرازوسين نمره واحد، نمره اثنين الكرونيك بلاد ترانسفيوجن ثيرابي فور تو ييرز. يبقى البرايبيزم جنرال لاينز اوف تريتمنت ازود عليها اليورولوجيك انترفنشن اليورو سيرجري، ما عملوش اي انترفنشن بنعمل انجكشن اوف دايلوتد ابينفرين في الكوربورا كوربورا كافرنوزا. تمام، مينتنس الفا اند بيتا بلوكر زائد اكستشينج ترانسفيوجن او كرونيك ترانسفيوجن ثيرابي فور ات ليست 2 ييرز. الدواء المهم جدا اللي لازم نقوله اللي هو الهيدروكسي، الهيدروكسي يوريا، الهيدريا. يقول لك ايه فايده الهيدريا في العيانين السيكل سيل؟ بيزود الهيموجلوبين اف فبيقلل الكرايسيس. الهيموجلوبين اف ما بيحصلوش سيكلينج، هيموجلوبين اف ما بيحصلوش سيكلينج، انما الهيموجلوبين اس بيحصل له سيكلينج. فلما يعلى الهيموجلوبين اف ليفل يقل الكرايسيس. ما سمعناش عن سيكلينج كرايسيس او ما سمعناش عن فازو اوكلوزيف كرايسيس في عيان الايه بيتا ثلاسيميا. تمام، فالرول بتاع الهيدريه ان هو بيعلي الايه، بيعلي الهيموجلوبين اف فبيقلل الايه، فبيقلل الكرايسيس، فبيقلل الكرايسيس. الدوز بتاعه الهيدريه من 2 ل 3 جرام بير دي بس، نوت يوزد ان بريجننسي، نوت يوزد ان بريجننسي. عشان كده مهم جدا ان البريجننت فيميل تتحط على كرونيك بلاد ترانسفيوجن لحد ما يوصل الهيموجلوبين بتاعها لايه؟ ل 10 جرام. تمام؟ طيب ده كل ده بنعتبره سيمبتوماتيك تريتمنت. ما ينفعش اتكلم على الثلاسيميا من غير ما اقول بون مارو ترانسبلانتيشن كلمتين كده بس، والجين ثيرابي، والجين ثيرابي لازم اقولهم في الاخر. حتى في الالفا ثلاسيميا البيتا ثلاسيميا هقول الايه البون مارو ترانسبلانتيشن والايه والجين، والجين ثيرابي. كلمه مهمه اخر حاجه نقولها الايرن كيليتورز، اي عيان فيه انترافاسكولار او ان افكتيف اريثروبيسيس ديستراكشن جوه البون مارو ومعاه كمان اكسترا فاسكولار هيمولايسيس ومعاه كمان بلاد ترانسفيوجن يبقى اكيد معاه ايرن اوفرلود. لازم العينين دول احميهم من الايه، من السكندري هيموكروماتوزس بالايرن كيليتور، سواء كان الاورال او الايه او البارنترال. نبقى نكتب الجدول اللي احنا قلناه في الايه في الاول خالص في الـ في الهيريديتري هيموكروماتوز. معلش احنا خدنا اليوم كله في السيكل سيل، بس بصراحة يعني أنا بشوف الأسئلة في الشفوي الناس بتقلب على الجنبين من الإيه؟ في الكرايسيس والتريتمنت بتاع الكرايسيس، كرايسيس والتريتمنت بتاع دايما كونسلتيشنز بالهبل بري أوبرتيف، دايما كونسلتيشن بالبرايبيزم. يعني البرايبيزم هنجيب سيرتها في في السيكل سيل، هنجيب سيرتها في الكرونيك مايلويد لوكيميا. نفس الانترفنشن تقريبا، بس الايه الاسئله فيها ايه، فيها كتير سواء كان في الشفوي او في الام سي كيو او في الايه او في الكيسز في الايه في التريتمنت. في اي سؤال؟ دكتوره اسماء، دكتوره دينا، دكتوره مروه، دكتوره سالي، دكتوره اسماء.
ماشي دكتور أسماء، رفعت إيدك، عايز تسألي حاجة؟ طيب افتحي المايك يا دكتورة أسماء. افتحي المايك يا دكتورة أسماء واسألي. حاضر حاضر، لا أنا بسجل إن شاء الله، وبعد ما أخلص هشير التسجيل على الجروب. دكتورة أسماء، مفيش. ماشي، أنا في إن شاء الله في ال آه في عيانين السيكل سيل الهدف بتاعي إن الهيموجلوبين اف يتكون بالفعل. لا هو أنا ما بخافش منه في البيتا ثلاسيميا. هو المشكلة في الهيموجلوبين اف ايه في البيتا ثلاسيميا؟ ان بيدي السمول بيكتشر بتاعت المايكروسيتك بيكتشر بتاعت الريد بلاد سيل، فبيحصل لها انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار هيموليسيس، مش انترا فاسكولار، ان افكتيف ايريثروبويسيس، ديستراكشن جوه البون مارو وديستراكشن في الايه في السبلين. دي حاجة. تاني حاجة الهيموجلوبين اف بيبايند الاكسجين، بيبايند الاكسجين، تخيل العيان عنده البكتشر اوف انيميا بتبقى سيفير شويه. بس انا بقارن ما بين الهيموجلوبين اف والسيكلينج، السيكلينج ده لايف ثريتنينج، انما ما عنديش مشكله الهيموجلوبين اف يديني يخلي العيان مايلدلي انيميك او الانيميك سيمتومز واضحه سن، هسبورت ببلد الهيموجلوبين اف، بس هيقلل الكرايسس، هيقلل الانسدنس بتاع الستروك، هيقلل الانسدنس بتاع الرينال امبيرمنت، هيقلل الانسدنس بتاع البينفول او الاكيوت شيست سندروم. ده العيان ببدا له الهيدريا وهو في الكرايسس، تمام. فالهيموجلوبين اف بالنسبه لي في عيان السيكل سيل مهم جدا، في الثلاسيميا في البيتا ثلاسيميا ده بيسبب لي الان افكتيف اريثروبويسيس والدستراكشن في السبلين، لان بيدي شكل الخليه شكل الايه الماكروفيج سيستم ما يعرفوش اللي هو الايه السمول سايز تشين، تمام. فهو هنا مهم في السيكل سيل، انما في الثلاسيميا بيعمل الايه بيعمل الهيموليسيس. دي حاجه. ثاني حاجه، انا في الثلاسيميا ما بغيرش الهيموجلوبين اف، انا في الثلاسيميا الهيموجلوبين اف موجود، انا بس بدي العيان بسبورت العيان بالايه بالترانسفيوجن، او في حاجه دلوقتي اسمها الهايبر ترانسفيوجن، ان انا ممكن اعدي العيان كمان الهيموجلوبين 11. يعني انا دلوقتي عشان افويد الاكسترا ميدولري هيماتوبويسيس في العيانين من السيكل سيل مش بوصل الهيموجلوبين. كنا نقول زمان ان الهيموجلوبين بتاعنا الايم يبقى 8، لا دلوقتي بنوصل ل 10 وفوق 10 عشان نقلل الايه الاكسترا ميدولري هيماتوبويسيس في الليفر والسبلين والايه والاكسبانشن بتاع البون مارو. فالهيموجلوبين اف في السيكل سيل مفيد، انما في البيتا ثلاسيميا ده سبب المشكله نفسها. ايه تاني؟ ان شاء الله نتقابل على خير اخر الاسبوع ان شاء الله. في سؤال تاني يا دكتور؟ تمام، ان شاء الله اول ما يبعت لي التسجيل على الميل هشيره على الجروب ان شاء الله.